مساكم الله بالخير ويا هلا والله وسهلا فيكم جميعا ومشكورين وما قصرتوا والله يجزاكم خير على اهتمامكم والسؤال عن القروب ومرتضى اللي يسألوني ونطمننا عنهم شلونهم واخبارهم عسى ما فيهم شيء. اطمنكم انهم بصحة وسلام وامورهم طيبة ولله الحمد والله ما فيهم شيء ابد. اللهم انهم اتفقوا ياخذون لهم اسبوعين راحة، اللي يبي يسافر بعياله واللي عنده شغل ببيته واللي عنده شغل انت منه ومنه، وقالوا نريح هالاسبوعين وان شاء الله لهم عودة قريبا. والعذر والسموحة منكم اللي ما رديت عليه ويا هلا بكم والله مرحبا وتصبحون على خير.